أكمل الجمل الآتية بما هو مطلوب أمامها. حريصون على طلب العلم، ضمير غائب، هم حريصون على طلب العلم. ضمير متكلم، نحن محبان لعمل الخير. ضمير مخاطب، أمهات مثاليات، أنتم أمهات مثاليات. أب رحيم، ضمير مخاطب، أنت أب رحيم. أبناء مصر، ضمير متكلم، نحن أبناء مصر. ضمير غائب، نشيط في أداء العمل، هو نشيط في أداء العمل. ضمير متكلم، أنا ونحن. الضمير أنا يستخدم مع المفرد المذكر والمفرد المؤنثة. الضمير نحن يستخدم مع المثنى والجمع المذكر والمؤنث. ضمير غائب، هو وهي وهما وهم وهن، هو للمفرد المذكر، هي للمفردة المؤنثة، هما للمثنى المذكر والمؤنث، هم للجمع المذكر وهن للجمع المؤنث. ضمائر المخاطب، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. أنت للمفرد المذكر، أنت للمفردة المؤنثة، أنتما للمثنى المذكر والمؤنث، أنتما. أنتم لجمع المذكر، أنتن لجمع المؤنث. الجمع هو اسم يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين. جمع المذكر السالم، اسم يدل على جمع مذكر عاقل بزيادة ياء ونون أو واو ونون على مفرده. جمع المؤنث السالم، اسم يدل على أكثر من اثنين بزيادة ألف وتاء على مفرده. جمع التكسير، اسم يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير صورة المفرد. ملاحظة، ليس لجمع التكسير نهاية محددة، هو سماعي ولا ليست له قاعدة.